السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم شرح تعلم سكتشوب وكيف يمكن عن طريق بلاجينز فري موجود على سكتش يوكيشن أو على اكستنشن وير هاوس نتعامل مع سكتشوب بشكل سريع وأشكال جميلة وأشكال تسهل علينا العمل بشكل عام. بداية راح أتكلم عن فلويفاي بلاجين، كيف يمكن نطبق باترنز على أسطح غير متغطية، يعني باترنز زي هذا البلان ممكن نطبقه على اي سطح. بداية خلينا نرسم سطح غير منتظم او سطح مائل، يعني نرسم على هذا المستطيل اكثر من كيرف، نمسح حدود. الان هذه كلها نختارها باستخدام الكيرف دوت، ممكن نسوي هذا الشكل، نسوي اوكي. بعدين هذا الشكل كيف نطبقه على هذا السطح بشكل مباشر؟ بداية لازم نطبق هذا، لازم نحط هذا السطح بشكل او بآخر على هذه النقطة، يكون بلانه مطابق لبلان السطح النهائي. نرفعه للأعلى ونرسم مستطيل نفس البلان اللي كان بداية موجود. هذا ننزل من تحت، نسوي جروب، بعدين نرسم خطين عند حدود الشكلين أو اللي يكونوا في البلان عبارة عن مربعين فقط. واحد هذا لازم نسوي جروب، وهذا جروب وهذا جروب، عندك واحد اثنين ثلاثة كلهم نسويهم جروب واحد. هذا الشكل تخليه ملاصق بالمربع، وبعدين اختار هذا الشكل وهذا الشكل. هذا الجروب مكون من ثلاث أشكال وهذا الشكل مكون من جروب واحد. بس تروح عند بلجن فلويفاي فلويفاي، استنى شوي طبعا حسب قدرة جهازك سرعته، يكون الشكل هذا طبق بشكل مباشر على شكلنا. طبعا شايفين هذه الخطوط ممكن نتغلب عليها فيها في سوفتن او سموث ايدجز، بس بامكاننا الان بشكل سريع كيف ممكن نسوي اكثر من شكل زي مثلا سبيس تراس، والان مثلا كيف ممكن نسوي سبيس تراس من خلال هذه الطريقة. طيب الان في بلجن اخر مثلا ممكن انت عدلت على هذا الشكل، حاب تعدل على هذا بدون ما تعيد بدون ما تكرر الخطوات، فبشكل بسيط تروح عند الاف اف دي، رايت كليك اف اف دي ان باي ان، تحط مثلا 5 × 5 × 5. هذا البلجن بيحط لك نقاط، فبتصير تعمل مع هذا الشكل وكأنه نقاط. تفتح الجروب تبع النقاط، ممكن تستخدم تمسك هذول بس اللي في الاسفل، النقاط في الأسفل تسوي لهم موف داون، الشكل كله يتغير معاك. ممكن تسوي مثلا إذا حبيت مثلا تغير هذا الجانب، تسوي مثلا سكيل إذا تحب تصغر المدخل، أو بغض النظر مثلا ممكن تنزله، تصير حر التعامل معاه. ممكن يكون في مثلا في مثلا رامب في النص بينهم وهذه مظلة إلى آخره. الآن احنا كيف ممكن نتعامل مع هذا الشكل ونخليه as a space truss؟ بداية احنا نرسم مستطيل 30 × 20، نرسم مستطيل 30 × 20، هذا المستطيل لو نرسم مثلا كير الآن في هذا المكان. نستخدم بيزر كيرف كاميرات فيو،
هذول الاثنين اسوي لهم 90 درجة روتيشن. كأنه سقف يعني كنا محدود للسقف. نفس الطريقة طريقة الكير بالوقت نشكل على الشكل النهائي. ممكن نزيد السيجمنتس أو أقل السيجمنتس، خليهم خمسة أتوقع كافي. تمام، الآن هذا صار في صار عندنا جروب بنفس الطريقة بالشكل نرسم مستطيل سيلينج مستوى خمسة حدود السطح الأولية. طيب نرسم هذا المستطيل، نرفع هذا المستطيل الأعلى، بعدين نسوي جروب. الآن حابين نقسم نسوي بس فيسز، حابين نقسم هذا الشكل إلى مستطيلات بحيث نحدد كم يكون كل هذا كبير 7×5 عشان نحدد كم يكون كل ترس. هذا بلان الترس الواحد. امسح هذا الاشكال، هذا ممكن نرسمه الان بهذه الطريقة. طيب نسوي موف، نمسك هذه النقطة ونرفعها للأعلى، نخليها متر 20. طيب نرجع سبيسز ونحرك هذه تكون هذه الحدود، بعدين نكررها 7 بيرفكت. طيب نضربها في 3 بيكسل. الآن احنا عندنا هذا الشكل هو عندنا جذور الشكلين خطين، هذول خطين نسوي لهم جروب، نسوي جروب. ندمج هذا وهذا وهذا كلهم نسوي لهم جروب واحد، وهذه النقطة ننزلها حتى تكون ملامسة، بعدين نختار هذا وهذا نسوي بلجن وفلاي مثل الفيلا تشكل ان ترس. طبعا يكون ترس غير متزن، ننقل هذا للخارج نفس الطريقة نسوي له سموث. ممكن نكبر سموث اوكي ولا هذا الحد اتوقع مقبول. تمام، الحين احنا عندنا هذا الشكل، هنفتحه نسوي كنترول اي نختار رايت كليك سيلكت اونلي ادجز. هذا طبعا عبارة عن بلجن الان هنتكلم عنه، هنطلع بس لاينز. هذا البلجن اسمه اختبار اسمه سيلكشن تويز اللي هو هذا، لكن هو بينزل عندك الخيارات اذا كنت رايت كليك، وبسمح لك انك تختار بس الادجز او بس ثانية. طبعا انت لما تيجي تختار هنا تحط كنترول اي، ما تحط ما تكبس ثلاث كبسات، تكبس ثلاث كبسات يختار لك الهيدن فيسز او الهيدن ادجز. الان انت في عندك هاي النقطة، مثلا في عندك بعض المشاكل تطلع لك هنا، عندك هنا بعض المشاكل في مثلا هذا الخط، مثلا انت حابب يكون هو نشوف كم خط، 1 2 3 4 5 6 رايت كليك انت عندك 6 اتشز. بامكانك في بهذا التول اسمه كير ريزار تسوي سمبليفاي كنترولز، حط مثلا خليه 30 اتوقع كافي، يصير 1 سيجمنت، يصير عندك 1 سيجمنت. نفس الكلام مثلا هذا عندنا أكثر من
سيجمنت ممكن يصير سيجمنت واحد في نفس البروسيس ديفاي اوكي. فطبعا ممكن نسوي مثلا بعض الاشكال تحدده. فبداية انت حدد هذه النقاط لحالها، اعمل جروب سويها لحالها، سويها كومبوننت ميك كومبوننت ميك تور ميك كومبوننت ارى كومبوننت ايضا بالجهة الثانية سوي الاسكيلشن يصير بالعكس سالب واحد. ممكن اسوي في الميرورينج الان هذا وبشكل بسيط. انا اجسم لك طيب صغيره عفوا هذا عندنا مثلا نسوي 0.2 نشوف شكل نشوف بداية كم حيكون من هذه النقطة إلى هذه النقطة يعني 6 اوكي ممكن 0.2 اوكي اوكي سوينا شوي طبعا هنا بجرب اسوي جنريت. طيب هو اخذ وقت بسيط يعني وقت شوية طويل لكن في النهاية سوى لنا هذا السبيس كروس او سبيس فريم عفوا سوى لنا هذا السبيس فريم بشكل بسيط وسريع جدا. اذا ما تكرر تكرر نفس الخطوات مرة ومرة ومرة. طيب عشان نتعمق بس بال FFT ممكن يكون في عنا هذا السطح سوي ربوش سوي فيو هيدن جيومتري نرسم مثلا هذا النقاط 0.5 زيادات مش هشوف الأساسي نرفع الأعلى نسوي روتيت 20 23 24 اتوقع لا 23 اوكي انا راح ممكن نتخلى عنه هذا الشكل ممكن نكرره نفس الطريقة اكبر عند 6 صار في عندنا هذا الشكل اللي ممكن يكون مثلا غلف الزجاج هذا مثلا اشكال حديدية نسويها جروب. الآن هذا الجروب نسوي له الـ FFD إن بلاي 5 5 5 أوكي ويتم الآن أو وين حاليا. فالآن أنت هتتعامل مع 5 طبقات من هذا الشكل بشكل أفقي وبشكل عمودي. كل طبقة ممكن تتعامل معها على حدة أو كل نقطة حاليا ممكن تتعامل معها على حدة. هذا الشكل ممكن تسوي له سكيل صغره هذا برضه ممكن انك تسوي الشكل العلوي هذا سكيل ايضا وتصير وكأنه سنجل لاتس. ممكن هذه النقاط تصير مثلا تنزلها يعني تصير موف تنزل تحت هذا الشكل شوي تمسك هذول تنزل تحت شوي تمام. ممكن هذه تسوي لها روتيشن نص تسوي روتيشن مثلا 90 درجة تسوي لها روتيشن معين اللي فوقها تسوي روتيشن في الاتجاه الاخر بحيث من بامكانك انك تلعب بشكل اريحية فالشكل اللي يعطيك هذا بالنسبة للـ FFD بالنسبة للـ Fly وبالنسبة لبعض جهاز الـ JHS باور بار طبعا هذا الـ JHS باور بار مليء بال
بالأوامر ومليء بالتسهيلات والتطبيقات اللي ممكن تسهل عليك شغل كثير. الآن مثلا في أحد المشاريع كان في عندنا هذا الكيب، وعندك هذا الدرج، تحب الدرج هذا إنه يصير يمشي على الكيب بملاصق جدارك. ففي بلجن اسمه شيب بندر. الشيب بندر هو عبارة عن أمر واحد فقط، يحول لك هذا الشكل من هذا الخط إلى هذا الكيب. هتختار بداية الشكل، تسوي شيب بندر، تختار اللاين الأولي، بعدين تختار الكيب اللي تحب تركب عليه الدرج. هتبدأ حيعطيك أكثر من أمر، أب داون أو إنتر. إنتر إذا كان شكل الدرج أكسبتبل، يعني طبعا عندك شكل درج غير مو أكسبتبل لأنه ما وصلت لمرحلة الذكاء، ممكن تبدأ تلعب فيه لحد ما يرضيك. احنا الآن بهذا الشكل تمام، صار في ان هذا الشكل تمسكه من هاي النقطة، تمشي يسار، عندك ملاصق بالكير. طيب آخر بلجن عندنا اليوم اللي هو اسمه ميموري كابي أو بما يسمى بي بلاي إت أجين. نفرض إن إحنا حابين نرسم درج مائل، فنرسم درج أز بلان. نسويها ميك جروب ميك كومبوننت، لازم في هذا البلجن يكون كومبوننت. نرفع 0.15 من قليل، خلينا نرفع شوي اكثر. طيب نرفع متر، ممكن يكون سكيلنج شوي مضروب لكن لا بأس. نسوي اول مرة روتيشن، تمام. ثاني مرة نرفعه بشكل مبسط، بدل ما تكرر هذه العملية تاخذ منك جهد، تضغط على الدرج الأول، تسوي رايت كليك، هي اجين، لين نظل تكبس كذا. طبعا ممكن تسوي، ممكن ترسم الدربزين بشكل مباشر على هذه النقطة، تسويها كومبوننت وتكررها بنفس الطريقة. طيب نفرض ان كان في عندنا والله دربزين عندنا شكله بهذا الشكل، ذكر هذا الشكل مثلا بلكونة أو غيره، عاد إنك تحط عليه 0.7، عاد إنك تحط عليه هذا الدربزين بهذا الشكل، هذا نسوي كوب. الآن باستخدام الـ JHSP نطور هذه النقطة. الآن أنت اخترت الباث، اختار الجروب بإمكانك إنك تحدد كم المسافة اللي بينهم، فالمسافة اللي بينهم مثلا 0.7 أو قليلة 2.5، سنة تكثر 3.5، بإمكانك تلعب بشكل اللي يريحك. طبعا هذا ممكن تسويه مستقبلا، ممكن تسويه هاند ريل وبشكل بسيط ترفع الأعلى يكون في عندك الهاند ريل جاهز. طبعا هذه تطبيقات سهلة وسريعة، ممكن تسهل عليك العمل بشكل كبير. الأسطح المائلة تتعامل مع الجروبات بنقاط محددة، تعدل شكلها بكل أريحية. في النهاية سيف، وشكرا لكم، شكرا لاستماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى.